طيب ما هو نظام الاو تي بي او نظام الحمايه؟ باختصار النظام ده بيتيح ان لو في اي حد معاه بيانات الفيزا كارد الخاصه بحضرتك او الماستر كارد، كل البيانات بالكامل، الرقم والاسم وتاريخ الانتهاء والتوقيع الامني، وحب يستخدم الكارت البنكي الخاص بحضرتك في تحويل اموال او الشراء على الانترنت بدون علمك. والنظام ده بيخلي الشخص بعد ما يكتب كل البيانات الخاصه بالكارت على الانترنت علشان يقوم بعمليه الدفع، ان العمليه بتفضل معلقه، والبنك بيبعت رساله على رقم الموبايل الخاص بحضرتك المسجل لديهم، وفي الرساله دي بيكون فيها رقم سر متغير. المفروض ان حضرتك بتاخد الرقم ده وبتكتبه في خانه الاو تي بي على الموقع. بمجرد ما بتكتب الرقم ده بيتم قبول العمليه، لكن لو حضرتك ما كتبتش الرقم ده او كتبت اي رقم غلط، بالتالي العمليه بيتم رفضها، لان بيعرفوا ان حضرتك مش انت اللي بتستخدم الكارت. وطبعا معظم البنوك دلوقتي عملت تطبيقات لنظام الاو تي بي علشان حضرتك ما تنتظرش الرساله تجيلك، انت بمجرد ما بتتم العمليه بتاعتك بتدخل على التطبيق وبتقدر تاخد الرقم من عليه وبتكتبه في العمليه، علشان ما يبقاش في انتظار وضياع لوقت حضرتك. والنظام ده تم العمل بيه لحماية الحسابات والكروت البنكية من كافة جرائم الانترنت وجرائم سرقة الحسابات البنكية.